السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض موضوع الاسكادولات في برنامج الريفت. من قائمة فيو بختار اسكادول، ببدأ اشوف انا محتاج اسكادول ليه. في حاجات خاصة بالميكانيكا زي الاير تيرمينال، الدكت، البايب، في حاجات خاصة بالكهرباء زي الكيبل تري فيتنج، الكيبل تري، فاختار مثلا اير تيرمينال. اوكي، بيجيب لي الافايبل فيلد، دي الحاجات اللي انا ممكن استخدمها في الجدول. بشوف ايه الحاجه اللي انا عايزها، بدوس عليها مرتين او زرار اد، تخش في الاسكادول فيلد. ممكن اعلم عليهم كلهم مره واحده واقول له اد، وممكن اضيف حاجه تانية مثلا من الروم، اختار مثلا روم نيم، ولو في حاجه انا مش عايزها اشيلها خالص، اقول له اوكي واشوف الجدول اتعمل معايا ازاي. الجدول هو موجود. ميزة الجدول دوت ان انا بقف على اي حاجه انا عايزها، مثلا الديفيوزر ده مثلا حاسس ان في حاجه مشكله او عايز اعدل في حاجه، ممكن اعدل منها. طوالي 250 دي اخليها 300، اوتوماتيك تتعدل في البلان وفي السكشن في كل حاجه. نفس الكلام لو عدلت في السكشن اتعدل معايا هنا في الاسكادول. برضو في هايلايت موديل، مجرد ما ادوس عليها بيفتح لي اللوحه يكون فيها الفاميلي دي، بحيث اشوفها اعرف هي موجوده فين زي ما حضراتكم شايفين. ارجع تاني للسكادول. طيب ايه السكادول؟ هو موجود معانا، بس لو حضرتك لاحظت هتلاقي ان السايد وول واحد، السايد وول واحد، كل جزئيه بيحطها في خانه. ده في شركات بتعمله عشان ممكن تكتب كومنت خاص بكل ديفيوزر، وفي شركات بتقول لك لا انا عايز المختصر، السايد وول ده في كام واحده. طب هنعملها ازاي؟ بص جدا، من قائمه فلتر هنا، باجي هنا سورتنج جروبنج، بقول له رتبهم بايه. انا عايز ارتبهم بالفاميلي انتيتي. طيب اختار فاميلي انتيتي. طيب بقول له مثلا انا عايز ارتب ان في الفوتر تحت خالص اكتب لي الكاونت اند توتال، وشيل العلامة ديت. العلامة دي بيخليه يذكر كل عنصر بالتفصيل، يقول له اوكي. فليه جاب لي في الجدول الفاميلي هيت عددهم. ممكن ادخل هنا اشوف بقى ايه، نخليها مثلا تايتل اند توتال، اكتب لي العنوان وجنبيه الرقم. الكاونت 6، الريكتانجل بقى 6، السايد وول دوت 28، وهكذا. ده بس كان مجرد مثال، نتمنى ان احنا نستفيد منه ان شاء الله. اخوكم عمرو سليم.